بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدنا الكريم، أهلا بحضرتك في رحلة رمضانية جديدة من رحلاتنا اليومية مع ضيفنا الكريم الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف سماحة السيد رشيد الحسيني للإجابة على تساؤلاتكم وعلى أسئلتكم وعلى كل الأمور اللي من يعني تريدون أن تطرحوها على سماحة السيد وتسمعون التوجيهات والإجابات عليها إن شاء الله. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني. سيد الكريم، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياكم الله سيدنا الكريم، شكرا جزيلا. بعد قليل إن شاء الله، بعد دقائق، سيكون باب الاتصالات مفتوح والاشتراكات مفتوح لطرح أسئلتكم إن شاء الله من خلال الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة ومن خلال تطبيق المجيب أيضا إن شاء الله تعالى. أما الآن فنبدأ بآية قرآنية مباركة، هي في الحقيقة آيتان سيدنا الكريم للتأمل فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تفضلوا سيدنا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في الواقع من المواضع المهمة في القرآن الكريم التي تخلق في الإنسان التوازن. نعم، التوازن. كثيرون أولئك الذين ييأسون من رحمة الله ويعتبرون على أن الذنوب التي اقترفوها والمعاصي التي ارتكبوها إنما هي في واقع الحال طريق مسدود أمامهم. نعم. وسيواجهون عقابا وعذابا لا محيص منه، فتصبح عندهم حالة من اليأس وحالة من القنوط. نعم. وهذا مرفوض. وفي الجانب الآخر هناك مجموعة من الناس وليسوا بقلة يعتبروا أنه باب الرحمة مفتوح والمغفرة حاصلة والفرصة مؤاتية، ورب العالمين على أي حال رب ودود ويسمح ويعفو، فلذلك حالة من التهاون بأمر الدين يقوم عندهم بشكل كبير. فالناس بين إفراط وتفريط. نعم. الناس بين إفراط وتفريط، ناس يروحون باتجاه اليأس، وهذا كم ناس يجون الآن يائسون من الدنيا، يائسون من الرحمة، يائسون من النجاح، يائسون من علي حال حل المشاكل. هذا اليأس في واقع الحال أمر يعني مرفوض، سواء كان دينيا أو اجتماعيا ودنيويا. أنت ليش تيأس؟ شنو وجه اليأس يعني؟ هل انغلقت الأبواب يعني؟ هل انتهت الفرص؟ فرص مؤاتية موجودة. فعليه الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق هذا حسب تعبيرنا الوسطية. نعم. يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لا تخاف، أذنبتم، عصيتم، تجاوزتم، أكو فرصة، فرصة للرجوع إلي، وأني على حال أمسح ما كان من الذنوب عليكم بشكل كبير. نعم. ولكن نفس الوقت يعني الآية بعدها مباشرة وأن عذابي له العذاب الأليم، بلي أن مو مال واحد يلعب وياي، واحد يلعب، واحد يحاول أن يخدع، واحد يحاول أنه كذا، لا، أنا رب حكيم، والحكيم معنى الحكمة وضع الشيء في محله وتشيله لا. نعم. فأنا حكيم أضع الأشياء في محلها، المخادع أضعه في دائرة المخادعين، المكابر في دائرة المكابرين، النادم في دائرة النادمين، التائب في دائرة التائبين، وأضع كل شيء في موضعه. فأنت قرر
في أي دائرة تكون. نعم. مشكلة البشر، مشكلة الناس، هم في واقع الحال ما يقرروا شنو، يلا شو تريد تصير، تفضل الليلة ليلة قدر، الليلة إحدى ليالي القدر. نعم. ليلة 19 من رمضان، زين شو تريد أنت ابني، شو تريدي يا بنتي، شنو تريدون؟ أريد أرجع إلى الله، تفضل يلا أرجع إلى الله. بس لما ترجع إلى الله قرر أنه يا رب أنا أرجع إليك في على حال في أموري، وأتوب إليك وأدي ما علي من الحقوق وما علي من الواجبات على أن تعينني يا رب، وأنا صريح وياك. رب العالمين يأخذك ويضعك في دائرة التائبين، يقول هذا من التائبين فاكتبوه من التائبين، فهنيئا لمن تاب، فهنيئا لمن تاب. نعم. واحد يجي يقول ها يا ربي تدري، يا ربي تدري الوضعية كذا، واستوني مشتري سيارة وما أدري موبايلهم جديد وكذا، وأريد شوية تونس. رب العالمين يقول أنت متردد، أنت ما عندك قرار، قرر حتى أتعامل معك بحسب قرارك. رب العالمين يعاملنا بحسب ما نحن عليه، هذا خلوها في بالكم. الله ما يفرض علي شلون أكون، بس الله يهيئ لي المقدمات. شو تريد شو تريد؟ كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء، نعطيكم نمدكم ونعطيكم ونهيئ لكم، بس أنت إما كفور وإما شكور. نعم. إما شاكرا وإما كفورا. كفورا. نعم. خلص. إنا هديناه النجدين. هذا هو واقع الحال. فإخواني الأعزاء، من هالمنطلق، منطلق الآيتين، وحتى نعرف رب العالمين ترى مو مدير دائرة أرشي، ولا مدير ما أدري كذا أدز عليه ما أدري فلان يمشيني، ولا نوع من التحايل. رب العالمين يقول هم كلام واضح، هم في القرآن وهم في كلام رسول الله، أن عند الله لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولا يستوي الخبيث والطيب. نعم. لا يستوي الحق والباطل. عنده فيصل، يعني عنده حسب تعبيرنا فرز. نعم. احنا نخلط بس. نعم. رب العالمين ليس كذلك. فأعتقد من أرجى، عفوا، من أفضل الآيات القرآنية التي تعطي حالة البالانس إن صح التعبير والتوازن في حياة الإنسان هي هذه هاتان الآيتان من سورة الحجر. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أحسنت. أنا هذا وأنا هذا، أنت قرر يا حبيبي، ونحن قادرون على أن نقرر، نحن قادرون على أن نقرر. عندي يمكن 3 دقائق أو 4. نعم سيدنا. أريد أتكلم في قضية. تفضل. اليوم يوم 9/4، يوم سقوط الصنم، وإذا كانت هناك فرحة لنا في حياتي أنا شخصيا، إذا فرحة بحياتي حصلتها وحسيت بلذة، واقعا جاء أتكلم وأنا صايم، ما حصلت تلك اللذة والفرحة إلا يوم سقوط الصنم، بعيدا عن الآليات والأدوات المحتال. الناس ما تفكر هذا محتل كذا، كان الصنم وكان صدام وأولاده وذريته وأحفاده وما أدري أصهاره نسبانه ما أخذين العراق جملة وتفصيلا. نعم. وكنا في واقع الحال يعني كنا نعتقد أنه سوف لن تنتهي هاي الحقبة، الحقبة الصدامية البعثية، هو يذهب يأتي ولده، ولده يذهب يأتي صهره، صهره يذهب تجي بنته، وهكذا. فرحة عظيمة عظيمة واقعا إلى الآن لذتها أنا في على حال أحسها، للألم الذي كان فينا غير قابل للتصور. شباب لما أتكلم معاكم، اللي عمره 20 سنة، اللي عمره 22 سنة، اللي عمره 25 سنة،
اللي عمره الآن ذولا اللي 18 سنة ما كانوا أصلاً. أنا لما جاء أتكلم وياكم أنتوا أصلاً ما تدرون صدام شنو وشنو كان وشنو اللي سواه. والمشكلة العويصة اللي صارت أن اللي إجوا أساءوا إساءات، هذه الإساءات غطت على جرائم صدام والبعثين، فراحت فرحة السقوط، راحت فرحة الحرية اللي حصلناها. تدرون إخواني أصدقائنا راحوا وانعدموا وألقوا في حواض التيزاب، تيزاب نعم، في حوض التيزاب، وصار حسب تعبيرنا دخان. زين تدرون ليش؟ والله وأقسم، لأنه في اليوم حكى على صدام قال هذا مو خوش آدم، بس والله أقسم، بس قال صدام مو خوش آدم، أعدم. وعوائل واحدة من العوائل أن أتذكرها، وصديقنا الله يذكره بالخير يوسف، ثمانية مع ثلاث أخوته، يعني 11 واحد من العائلة راحوا. ليش؟ لأن لقوا عندهم كتب دينية، بنت الهدى، قصص بنت الهدى أنا قاريها، توجيه اجتماعي جدا، قصص دينية هاي موجودة، روحوا شوفوها، يبيعوها بالمكتبات. قتلنا وسلبنا ونهبنا وطردنا وسجننا، ما تدرون إخواني، ما تدرون شنو اللي صار بينا. أنا أرجوكم الكتب اللي كتبت الآن عن سجون البعثين، عن تعذيبهم، عن حقبتهم، اقروها. لا تديرون بال ذول اللي سووا واللي فسدوا اللي على حال عملوا. والإعلام البائس، إعلامنا الشيعي البائس اللي في الواقع لا يركز على الجرائم، لا يركز على القضايا، فصارت المسائل منسية، وهذا فرد ظلم أكبر من ذاك الظلم. نعم، أن الإنسان على حال يغطي أو يتجاهل ظلامة شعبه، ظلامة شعبه. سيدنا، هناك مقولة لهانيبال يقول: الشعوب التي تنسى من أذلها لا تستحق لقمة العيش. أحسنت، الشعوب ذاكرتها ضعيفة. سيدنا، إبادات جماعية، مقابر جماعية، مولانا يعني إحنا كلها راحت وكذا. زين، أنتوا أخذتوا آبائنا، أخذتوا إخواننا، أخذتوا أولادنا، راحوا للسجون، أنطونا جثثهم، ماكو. أنطونا مقابرهم وين؟ ولو هيك اسم، ماكو. وين صاروا؟ شلون مرت عليهم هاي السنين؟ أبدا. يعني كأنما لا بشر كانوا، مو واحد واثنين. الآن ذول اللي لسانهم طويل وصوتهم عالي من علي حال من بقايا وأذناب هؤلاء يصرخون عندنا مغيبين وعندنا كذا وعندنا مدري إيش، ترى هؤلاء ألسنتهم طويلة وصوتهم عالي، ولكن إحنا مئات الآلاف راحوا، مئات الآلاف. منو اللي سأل عنهم؟ منو قال عنهم؟ مدرسة من مدارس الكاظمية، يدخل المعلم يشوف على السبورة مكتوب الموت لصدام، على السبورة. منو كتبه؟ ما يدرون طلبة، ما يدرون، حتى لو كان يدرون ما يدرون. ضربوهم، أنبوهم، جابوا الأمن. مولانا كل الشعبة أعدمت، لا إله إلا الله، كل الشعبة صف الرابع إعدادي كلهم أعدموا، حوالي 30 طالب. ليش؟ مكتوب الموت لصدام، ما حد يقول منه كتب، كلهم. لا نستطيع أن نستذكر جرائمه لكثرتها وآلامها، واقعا قلوبنا ما تتحمل لما نتذكر ما جرى على نسائنا وبناتنا. وكتاب كتبه السيد رياض، الله يحفظه، سيد رياض ابن آية الله العظمى سيد محمد سعيد الحكيم المرجع. نعم، سيد المرجع كان 8 سنوات ونيف في السجن، 8 سنوات ونيف في السجن، هو وقرايب سيد محمد سعيد الحكيم. ابنه سيد رياض الله يحفظه كتب كتاب أيام السجن، اقروه. هذا خمو دعاية ولا إعلام ولا ما أدري تجارة حتى واحد نسوي دعايات، توثيق. هذا توثيق، هذا توثيق. اقرأوا
ولا تنصر الظالم، لأنه إنسان من يترحم على الظالم يقول ها يا ريت فلان كان، ترى من أحب عمل قوم أو من أحب قوما حشر معهم، حشر معهم. حريم عليك أنت الشاب اللي ما شايف شيء واللي ما ماكل شيء واللي ما محصل شيء، يوم القيامة يقول لك تفضل وين ويا هؤلاء اللي تلذذوا وأكلوا وتمتعوا في الدنيا وأنت كرشي لا دنيا ولا آخرة. فلا توالوا أعداء الله، لا توالوا الفاسدين، لا تؤيدوهم، لا تدافعوا عنهم، لا تتمنوا أيامهم. أحسنتم سيدنا الكريم. على أي حال يؤسفني يوم 9 نيسان سقوط الطاغية، ما عدنا فرد شيء اسمه يا بتر اليوم فرح زوال هذا الكابوس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويصلح أمورنا ويصلح المسؤولين في أن يؤدوا خدمات لشعبهم حتى الأمة يمكن أن تميز بين الخير والشر إن شاء الله. أحسنتم سيدنا الكريم، شكرا جزيلا على هذه الإشارات المهمة. إذن نكمل معكم حديثنا مشاهدنا الكريم الآن، انتقال إلى الفقرة التالية اللي هي فقرة استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم، وأول المتصلين والمتصلات الأخت الكريمة أم أحمد. أختي تفضلي. السلام عليكم، تقبل الله طاعتك. عليكم السلام ورحمة الله، منا ومنكم إن شاء الله. أختي عندي سؤال للسيد. تفضلي. احنا عندنا باب بحوشنا تجي توقف سيارات، يعني تزعجنا. نعم. يعني باب البيت او الحائط اللي ماني اطلع اظنهم انت لا توقف بهذا المكان. نعم. يعني انا اشوف انه هم قاعد يزعجونا، يجون يوقفون مكان سياراتنا، مو بس باب البيت، اريد ان المكان اللي الرصيف اللي انه يعني اللي مقابل سيادنا، اريد اسال عن هذا السؤال وشكرا جزيلا. شكرا لحضرتك اختي الكريمه، ان شاء الله تسمعين الاجابه كامله، تحياتنا لحضرتك. كانت الأخت الكريمة تسأل عن موضوع طبعا كثير من الأخوة والأخوات يعانون من عندنا، نسمع بقية الأسئلة. اتصال وسؤال من الأخ علي، تفضل يا علي. تفضل يا علي. أبو حسين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعك السيد، تفضل يا عزيزي. يا مرحبا حبيبي، شوي استعجل، حياك الله. تفضل اخي علي. تحياتنا الاخ علي، ظاهر عنده مشكله اساسا باتصاله، تحياتنا الا ان شاء الله يعود الاتصال مره ثانيه ويطرح سؤاله. دائما نشير الى انه الاتصال خلي يكون بعيد عن التلفزيون، يعني التلفزيون بالصاله وروح بالغرفه وتكلم ويانا، لان او بوضوح. يعني عندنا اتصال من من؟ رسالة صوتية، ناخذ رسالة صوتية. ألو. السلام عليكم، أمي كلى وحدة وعندها مرض خبيث على مرض السرطان وتاخذ علاج كيميائي قوي، يجب عليها الصوم أم لا؟ ومن تفطر تتعب، وهو الدكتور قال لها لازم اليوم تشرب ماي كلش هواي وهي صايمة، يعني سر الصوم دولا وعلاج الكيميائي مالها تاخذه قوي. نعم، الله يمن عليها بالسلامة والعافية إن شاء الله. تحياتنا الأخت الكريمة صاحبة الرسالة الصوتية، وإن شاء الله تسمعين الإجابة على هذا السؤال والأسئلة اللي من صنف هذا السؤال وقريبة من عنده، لأنه طرحت الكثير من الأسئلة المرتبطة بالمرض وإمكانية الإفطار في شهر رمضان بعذر شرعي. إن شاء الله الإجابة تكون واضحة بعد قليل. عندنا أيضا رسالة صوتية أخرى نسمعها. زحمة ممكن سؤال؟ شو كنت يدي وقت التهاون بصمار سنة، يعني إذا هو الصلاة وقت الأذان، يعني ما بعد الأذان 4 ساعات أو 5 ساعات مبروك، هاي 4 ساعات 5 ساعات إذا تصلى بيها هل يحسب تهاون بصمار أو يعني إلا وقت الأذان الصلاة تحسب تهاون بصمار؟ تحياتنا للأخت الكريمة، شكرا جزيلا. إن شاء الله بعد قليل راح يتحدث السيد عن أساس التهاون بالصلاة، ما هو وما هي خطورته وما موقف الإسلام من عنده، وبعدين إن شاء الله راح تكون الإجابة على سؤال الأخت الكريمة عن هل التهاون بالصلاة مرتبط بوقت معين لو الأمر مختلف. يعني عندنا اتصال لو شنو؟ نعم،
وهناك أيضا مجموعة من الأسئلة اللي توصلنا أخواني الكرام من خلال تطبيق المجيب الموجود على الشاشة أسفل يمين الشاشة. نأخذ اتصال الآن أختي الكريمة أم محمد. أختي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. موخري عن التلفزيون أختي أم محمد حتى نسمعك بوضوح، أو نصي تماما صوت التلفزيون، اسمعينا بس من التليفون. تفضلي. عندي سؤال لحضرة السيد. تفضلي. إن هاي القاعة إحنا بنيناها اشتريناها من دلال. نعم. بس هي أصلها النظام السابق ما أخذها من الناس ووزعها للموظفين. ما أخذها من الناس يعني ما أخذها من يعني اللي إحنا نسميهم المسفرين صحيح؟ مصادرة. لا لا مو مسفرين. ها ها مصادرة. يعني ملاكين ناس زي ما هي ملاكين وهو يأخذها ووزعها للضباط مو للموظفين. نعم. مطيهم أسعار قليلة ما أعرف يعني في شيء. نعم معوضين. هاي الأرض اللي إحنا بنيناها وهي بيتنا يعني صلاة شلون فيها مخطوبة؟ واضح. يعني تبقى مخطوبة صلاة. إن شاء الله تسمعين الإجابة أختي الكريمة. سؤال ثاني عندك؟ تحياتي لحضرتك. شكرا لحضرتك أختي الكريمة حياكم الله. ربما تكلم الأخت عن الأراضي اللي معوضة، مرات كانوا يعوضوهم ويأخذون من عندهم الأراضي، وهذا التعويض أحيانا يكون إلزامي. سيدنا إجابتكم بعد قليل عنا. عندنا رسالة صوتية نسمعها. يعني لا تحفون الرسالة الصوتية، ما أدري الموضوع واضح سيد؟ يعني يشتغل في مصفى كربلاء والآن طالعين في مهمة. تفضلوا سيدنا لطفا جاوبونا على هذا السؤال لأن بتفاصيل ما لحقت أكتبه وبعدين أخذ اتصال عليه. في واقع الحال الأخ يعني في يشتغل في مصفى كربلاء ضمن شركة يظهر. نعم. بعدين ما أخذهم شغل في جسر الطويريج. نعم. يقول بين المصفى إلى جسر الطويريج 30 كيلو وأنا يوميا رايح وكذا للشغل. واروح هناك 12 ونص ارجع يعني طول النهار هو هناك. يقول هاي شلون صلاتي صوم شلون؟ فلازم هو يوضح اولا انت كربلائي لو خارج كربلاء. نعم. ثانيا انت كثير سفر لو قليل سفر. نعم. هذه الامور لابد ان تتضح حتى اقول له انت شنو وظيفتك. اذا انت كربلائي يعني من اهل كربلاء وهذه المناطق اللي تقول عنها مثلا مصفى كربلاء في منطقة بعيدة عن كربلاء في 22 كيلو. نعم. بدأت يومية تروح وتجي صار لك فترة طويلة فأنت كثير سفر فما أقدر أنا أجاب. يعني أطلب من الأخ الكريم أن يتصل حتى نقدر نسأل مع من عند التفاصيل بشكل كاملة. تحياتنا إلى صاحب الرسالة الصوتية عندنا علي. تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله عزيزي. اهلا وسهلا. تعال قاعد. نعم. وعدت يعني سهل اشوف فيه انا كملت ما ساكن بالايجار شنو وراها قلت ما سمعتك. يا عزيزي يا اختي الصوت مو واضح علي. الصوت مو واضح صوتك قاعد يتقطع. كل اللي فهمناه منك انه انت ساكن بالايجار. غير مكانك بلكي الصوت يكون اوضح. ساكن بالايجار شنو وراها؟ ايجار والتصوير. يعني تحياتنا للاخ الكريم. نأسف ثاني مره يتصل وما قدر نفهم اتصاله وصوته. شكرا جزيلا. الى عندنا اتصال من من؟ حيدر تفضل يا حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السؤال تفضل يا عزيزي انت. عندي وشم على ايدي مع الوضوء. وشم على ايدك؟ اكو فد شيء تستعلم عنه سيدنا؟ تمام واضح. بعد عندك شيء اخر؟ لا تسلم. تحياتنا وشكرا جزيلا. يعني اسال عن الوضوء واكيد الغسل ايضا الغسل الواجب بالنسبه للوشم. عندنا اتصال من حج شاسب. تفضل يا حج شاسب. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال شيء الله يخليك.
تفضل عزيزي حياك الله. بس نصلنا صوت التلفزيون وخر عنا تماما يعني. اسمعنا بس من التليفون لانه الصوت قاعد يرجع علينا، طفي التلفزيون وسولف ويانا. يعني. بس التلفزيون بدون زحمة. تفضل. بس طفي لي التلفزيون وانطيني السؤال تسمع الجواب ان شاء الله. انا اشكرك جدا اشكرك جدا. الله يسلمك. السؤال يعني طالع، انا سمعت بالمقدمه شهر رمضان خمسة ايام وما قدرت. نعم. يعني ما عندي قابليه. نعم. تسمعني مو؟ نعم نعم. كيف عمرك حاج؟ هاي الخمسه قوه خلصت يعني هاي شيء عليك الحكم وشنو؟ لانه انا بالنسبه صور عمر الثالث هواي والثاني ما ابي شنو شرعيتها عليها الجزاء. سؤال السيد يسالك يقول عمرك ايش قد حجي؟ انا عمري فوق الـ80. فوق الـ80 تمام. لا يعطيك العافيه. الله يمن عليك بالسلامه والعافيه، طيب عندك سؤال اخر حجي جاسم؟ لا. تحياتنا للحج جاسم وشكرا له على اتصاله والله يمد بعمره بخير وعافيه ويقدر ان شاء الله على تمام العبادات. اتصال من؟ حسين تفضل يا حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال للسيد إذا ممكن. تفضل عزيزي أنت. الله يحفظك. أنا دوامي يومين دوام ونزول 6 أيام. نعم. هاي صار الدوام تقريبا صار لي 6 سنين 4 على هذا الدوام وأكثر. نعم. سكني بمحافظة ودوامي بمحافظة ثانية. نعم. حكم الصلاة والصوم في حالة شنو؟ يعني بيناتنا اكيد المسافه الشرعيه صحيح؟ طبعا من احسن محافظه محافظه. واضح تمام. سؤال اخر اخي حسين. شكرا لحضرتك، تحياتنا لك وشكرا جزيلا للاخ حسين، وهو يعني يسال عن موضوع الصيام والصلاه بالنسبه لدوامه ووضعه، ان شاء الله نسمع التفاصيل كامله. علي مره ثانيه اتصل او ثالثه، تفضل يا علي. عليكم السلام ورحمه الله. نعم قاعد بالايجار. اي وبيت بنيته وتشيلها اليوم المكروه لو اشيلها اليوم ها يريد ينتقل. اي يريد ينتقل. تحياتنا لك ان شاء الله وتسمع الجواب ان شاء الله اخي الكريم. مبارك لك البيت. والسيد يبارك لك البيت وانا ايضا ابارك لك البيت يا رب ان شاء الله بيت العامر يا رب. تحياتنا الاخ علي وشكرا جزيلا على اتصاله ويسمع الاجابه. عندنا اتصال من؟ ابو عباس تفضل اخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله معك كريم عليك. علينا وعليك يعطيك العافيه اشكرك. عندي سؤال. تفضل. السؤال الاول عن طرق العماله. عماله نعم. اي نعم وصار كثير من الاطفال 15 20. نعم. وبعض الايام نعبر المسافه الشرعيه. نعم. يعني نعبر 30 40 كيلو. واحد يوم رايح على بعيد الشارع تقريبا كله زين. هذا حكم بالنسبه للمفتاح. اذا تسمح لي ابو عباس انتم نعم. تقريبا بالشهر كم يوم خارج يعني كم يوم تسافر به؟ ثلاث يوم مو سفر اروح وارجع للبيت. هو هذا اللي تروح وترجع بالشهر كم يوم؟ تقريبا 25 يوم 20 يوم 25 يوم زين. هاي مستمره يعني خلال السنه تقريبا هو هذا المعدل؟ اي نعم هو هذا رزقنا ومصدرنا هو هذا خلال سنة كاملة؟ كم كلمة؟ إيه نعم سنة 30 40 كلمة. نعم تمام. سؤال ثاني عندك؟ إيه نعم السؤال الثاني. تفضل. بالنسبة لراتب السؤال الخمسية وعندي مبلغ من المال ما مكمل. نعم. إذا أقرض لشخص تعبر عليه السنة عم يتقمص ولا ما يتقمص؟ إذا تقرض لشخص؟ يعني قرض أمانة الشخص مطروح. أو أمانة. واضح أنا إن عندي الله. سؤال على سؤال الأول. لحظة خليك ويانا أبو عباس تفضل سيدي. أقول مكان شغلك أبو عباس مكان شغلك بالضبط كم كيلومتر؟ 30 مكان شغلك تقريبا من 20 كيلو 20 كيلو رايح وجاي؟ إي رايح جاي وأنا جاي أشتري عمال البيت أنا تعبان. ما يخالف حجي، أنت من وين تحسب المسافة؟ من بيتك لو من آخر بيت؟ لا أنا تحسبها من بيتي من أطلع. من بيتك؟ اي من بيتي. واضح. من بيتك الى ذاك المكان 20 كيلو. اي نعم من هنا اللي اشتغل بها بس صراحه اعبرها هاي المسافه. لا اذا تطلع من اخر بيت من ولايتك انت قاعد بمدينه
قرية ما أدري من آخر بيت من آخر بيت أي من آخر بيت من تحسب إلى مكان عملك كم كيلو 15 أقل يصير طبعا ها لا هي تقريبا أقل أقل وقلت مرات يوصل حتى 40 كيلو أي عشان المسافة تصير راحة تعملها ليش بيها أكثر من 22 كيلو أكثر يا بس مو مسألة خير إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله تسمع الجواب أخي أبو عباس تحياتنا لحضرتك وشكرا لك على اتصالك عندنا اتصال من أم هدى أختي الكريمة تفضلي ربما راح يكون الاتصال الأخير تفضلي يا أختي يا أم هدى السؤال الأول يعني رداح حاسة السجود للمرأة يعني إيدينا شلون يكون مثلا حاسة السجود واضح شنو هو سيدنا حالة السجود كيف تضم حالة السجود نعم والسؤال الثاني المنظفات بالمدرسة يعني هذا شغلها المنظفات فشلون مثلا يقول لنا الطالبات تعالوا كنا نصفف المدرسة فيجب علينا يعني هنا ياخذ الراتب وهذا المدير مثلا تعين موظفة منظفة من قرايبها من جماعتها فمثلا غير مثلا هي تاخذ راتب يعني تحلل فلوسها ان شاء الله تسمعين الجواب صار واضح السؤال اختي مهم احسن تحياتنا اختي يعني شلون رايك سؤال مهم ان شاء الله شكرا جزيلا اختي الكريمه على اتصالك هذا اخر اتصال ناخذه من ام محمد اختي الكريمه ام محمد تفضلي انا جاوبي نعم وقاعد بالباب الشارع ما في احد هو قاعد بالباب نعم ويعني رزقنا ما نقدر من قايدين ايده نعم هذا سؤال السؤال بعد الاتفاق تفضلي سؤال أنا سرسل قوية حسين نعم وأنا ساكت وجدناها وكان راح أخلي أنا ما مرديك ها زرت هو إجقل هو راح داخل حتى شلون أنا أعاني الاختبار ومها وأخوي السلفة عندي سلفة ويا أختك أخوك راح جابها اي هذا ودت من محمد عجل جاب السلفه وراها شنو اللي صار ما افتهمنا اخذها هو حسيت اني امرضني اخذها قال جتني وقال لي صيناها ودت لاختش لو تتحسن تدريسها زين اخذها يعني محتاجها ويرجع لك اياها بعدين لو شنو؟ لا ما قال لا هي قتل وقاعد لا اله الا الله ان شاء الله تسمعين الجواب يا براتيل ام الذمه لا ابو السيد يقول براتيل ام الذمه يا ام محمد السيد يقول براتيل ام الذمه لا لا بعد لي من الذمه ان شاء الله تسمعين الجواب اختنا ام محمد تحياتنا لحضرتك شكرا جزيلا الله يحفظكم ان شاء الله اذا نكتب بعض القدر من الاتصالات مشاهدنا العزيز ونتحول الى سماحه السيد للاجابه على الاسئله التي طرحت سيدنا الكريم أول شيء نكرر ترحابنا بحضرتك حياكم الله الأخت أم أحمد تسأل تقول بشارعنا يم باب بيتنا أو يم الحائط مالت بيتنا يوقفون سياراتهم فيصير نمنعهم في واقع الحال هناك في الفقه الإسلامي مكان يسمى بحريم الدار نعم حريم الدار يعني اللي أمام دارك وحسب تعبيرنا واجهة البيت اللي نعم. هذه مكان دابتك مكان سيارتك مكان كذا فحريم الدار على حال لابد من يعني مراعاة نعم فإذا كان الجيران يأتون إلى هنا يقفون سياراتهم أو شيء من هذا القبيل يمكن لصاحب الدار يقول أخي هذا حريم داري وأنا أولى من غيري في أن أضع سيارتي هنا أو كذا فيجوز له أن يمنع الآخرين في أنه هذه أولوية لي وإن كان الشارع هو مشترك بين الناس نعم. ولكن هناك أولوية والأولوية لصاحب الدار اللي هذه من حريمي أحسنتم سيدنا الكريم الرسالة صوتية من إحدى الأخوات والدتها يعني تمر بوضع صحي سيء الله يمنها عليها إن شاء الله بالشفاء والعافية كلا وحدة وتأخذ علاج كيميائي لمرض آخر وتسأل عن حكم الصوم بالنسبة لها لأنه هي المفروض تشرب ماء كثيرا إلا إذا وقعا يعني عندها مشاكل كلوية وعندها مشاكل صحية وهي غير قادرة على أنه تصوم بشكل مريح ويضرها الصوم فلا يجب عليها أن تصوم نعم وإنما تدفع فدية إذا يأست من القضاء أحسنتم سيدنا رسالة صوتية من
أخ كريم أو أخت كريمة سألت عن التهاون بالصلاة، هي سألت عن وقت التهاون بالصلاة. سيدنا لطفاً إذا بالبداية نتكلم شوي عن التهاون بالصلاة وبعدين على السؤال الأخت. شوفوا إحنا عندنا في مسألة الصلاة حالات. نعم. الحالة التي هي واقع الحال منهي عنها بشكل كبير في الإسلام. نعم. ويعتبرون أنه من تكون عنده هذه الحالة فهو في نار جهنم بلا إشكال، الذي هو قاطع للصلاة. نعم. الذي يقطع الصلاة لا يصلي. الآية الكريمة تقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن المصلين. خلاص أنتم في جهنم لأن ما مصلين. أكو حالة أخرى ما يقطعون الصلاة وإنما يتهاونون بالصلاة، تهاون. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون الذين يراؤون ويمنعون الماعون. يسهون، يسهون بمعنى أنهم لا يهتمون بالصلاة ولا يعتنون بالصلاة. قد لا يقطعونها، يصلي بس آخر وقت، أو لما يصلي بسرعة، أو يصلي مثلا بشكل غير يعني ما محقق آداب وشروط الصلاة بشكل صحيح. هؤلاء القرآن يعدهم أن هؤلاء ويل لهم، ويل لهم. والإمام الصادق عنده كلمة جميلة يقول لن تنال شفاعتنا مستخف بالصلاة، المستخف بالصلاة شفاعة أهل البيت لا تناله. فإخواني الكرام هي كلها 17 ركعة، 17 ركعة إذا تريد تأخذ وقت كلش نصف ساعة، نصف ساعة مع وضوء وكذا ومدري إيش، كلها نصف ساعة من 24 ساعة. فحري بنا أن نتمسك بهذا الأمر ونقف عنده ونلتزم به بشكل كبير. فما عليه حال، ما حسب الإنسان يوم القيامة بمثل الصلاة، عن صلاتك. ولذلك عندنا روايات جميلة فيما يرتبط بالموت وما بعد الموت، أن الذي يؤنس الإنسان في قبره هو الصلاة. طيب يعني مقدار التهاون سيدنا أو مصداق التهاون مثل ما سألت الأخت، هي قضية عرفية. نعم، قضية عرفية. يعني العرف يقول هذا السيد ما ما ما, ما يهتم بالصلاة، يأذن هو بعد كذا، ما أدري بعد ساعتين هم قاعد على البوبجي، ما أدري بعد 3 ساعات هم قاعد يلعب بال ما أدري بالموبايل. بابا صلاة شنقص؟ هذا العرف هو اللي يحدد، مو أنه إلى فرد تحديدات شرعية. العرف يقول أن هذا ممن لم يهتم بصلاته ولم يعتني بصلاته. فالمتهاون والساهي والغير عليه حال المعتني بالصلاة نحو سواحد موظف. اسمعوا جيدا، هذا خوش مثال راح يجي. موظف وظيفته ساعة 3:30 تخلص وهو ما يقدر يصلي بالوظيفة، لأن يعني عنده مراجعين وكذا، فيطلع يروح للبيت إلى أن يوصل للبيت 4:00 ويتوضأ ويوقف يصلي 4:30 يصلي. هذا متهاون؟ جابوني مو متهاون. ليش مو متهاون؟ سيدنا كان مشغول هو الرجال بأمر إداري ما يقدر، يعني لا القانون يسمح له يصلي في وقت الإدارة، وأكو مراجعين وكذا وشي. فإذا طبيعي أنه يأخر صلاته بهال يعني من ال، لكن ما تصير قضاء إشكال أن لا يأذن المغرب لا حتى بالخمسة يصلي، بس هو يقول أنا بيني وبين الله هو هذا سيدنا ما أقدر. الأخ حراسة عنده فوق البرج، ساعة 3:30 4:00 تخلص حراسة الشفت مالت، ينزل حتى شنو يروح يصل. فإذا صلى بالأربعة بالخمسة هذا متهاون. فلذلك التهاون قضية عرفية بحسب موضوع الإنسان وشغله كذا. أما واحد قاعد على البوبجي، واحدة والله سيدنا أنا جيت بالسواق أفتر بالسواق، هذا مو صحيح. بالسوق سمعتي حي على الصلاة، أكو مسجد روح يصلي أو روح صلي. فالقضية هالشكل، واحد تحت جاي يصلح بالسيارة وفي ترشي وكذا وإيديه كلها دهن ومدري شون، يقول سيدنا شلون أنا يعني صار حي على الصلاة أقوم أروح ما أقدر. هذا معذور.
فيروح للبيت إلى أن يغسل إيديه ويوخر الدهن وبعدين كذا نعم هذا ليس تهاونا. المتهاون من صدق عليه عرفا أنه أمكن له أن يصلي في وقت مبكر أخرها إلى وقت متأخر. أحسنتم سيدنا. الأخت الكريمة أم محمد، البيت اللي ساكنين به تقول إحنا اشتريناه من ناس يعني وقت صدام انطوهم إياه وزعوا لهم إياه للضباط، وكانوا ماخذين من اللي قبلهم ومعوضيهم. يعني في واقع الحال يعني مسائل تخصيصات الأراضي كذا، إذا كانت الأراضي أراضي على حال عامة بيد الدولة فيجوز أخذها يعني ما في مشكلة. أما إذا كانت مصادرة من قبل الدولة الجائرة، هي سمتها مصادرة سيدة، مصادرة من قبل الدولة الجائرة للناس هم أصحاب حق وأصحاب وفلا يجوز. يعني هذا شراءكم شراء واستلامكم لهذه الأرض فلازم ترضون صاحب الأرض، واضح؟ فهذه على حال لازم شرع يقول أراضي لا أراضي أي قاسم أراضي اللي هي القاعين. القاعين كل واحد عنده فد 100 دونم 200 دونم وما يعني الدولة تجي تقطعها ما في ما عنده مشكلة. أما إذا كان محيات يعني مزروعة ومبنية وكذا هذه على حال طيب. رسالة صوتية عن مسافة 30 كيلومتر، هاي جاوبنا عنها بوقتها سيدنا بشكل مباشر. الوشم على الجسم على اليد أثناء الوضوء والغسل، حيدر سألنا عنه. شوف حيدر حبيبي شاب أنت ومن صوتك مبين استوك الحمد لله، يعني 17-18 سنة هالشكل 20 سنة فمسن مراهقة. شوف حبيبي حيدر، بعض الأشياء قد تكون مو حرام فقد تكون ما تبطل الوضوء ولا تبطل الغسل، بس ليس مناسبا للمؤمن أن يفعلها. أضرب لكم مثال، نعم. أكو مشكلة أنه واحد مثلا يطلع ببنطلون قصير سوق الكبير بالنجف، نعم، من ناحية شرعية ماكو إشكال. واحد ملابس رياضية يلعب بالملعب عادي، بس نفس الملابس يجي بالسوق الكبير يمشي، مو حرام بس مو مناسب. الناس رأسيا يطلعون من موبايلاتهم يصوروه وشوفوا هذا. أكو قضية تسمى غير مناسبة عرفا، غير مناسبة أخلاقيا اجتماعيا أخلاقيا. هذا الغير المناسب العقلي العرفي الاجتماعي الأخلاقي هذا مو بالضرورة يكون حرام، قد مو حرام بس لا يناسب، يسمون بالروايات خلاف المروءة. فسيدنا هذا تريد تسحب للوشم؟ أريد أقول الوشم ما عندنا مشكلة فيه يعني مو حرام، بس هل مناسب أنا وأسوي جسمي خرائط لوحة صور؟ تلاشوا بذني التعبانات وذول التعبانين في المواقع والصفحات يسوون جسمهم مدري شنو، هذول ما عندهم شغل عمل، ذول الناس على حال مو قدوتي ولا قدوتك. أنا قدوتي تدري من علي بن أبي طالب قدوتي، الحسين قدوتي، علي الأكبر قدوتي، علي الأكبر خلي وشم على إيده تولد ما شاء الله متدين حباه، ولذلك اتصل على برنامج ديني يسأل عن وظيفته واسمه حيدر الله يحفظه إن شاء الله تعالى. حبيبي ما بي مشكلة من ناحية الوضوء والغسل، ولكن اللي صار صار لا تزيده. أحسنتم سيدنا الكريم. واضح حبيبي؟ موفق إن شاء الله. حج جاسب رجل كبير سن عمره فوق 80 سنة، يقول صمت أول 5 أيام من هذا الشهر المبارك وبعدين ما قدرت أكبين. قوة خلصت. نعم. الله يعطي العافية إن شاء الله تعالى. ما دام أنه قوة خلصتين يعني ما تقدر. إذا ما تقدر أنت من الشيخ من الشيوخ، شيوخ يعني كبير السن، فالشيخ والشيخة معذورون عن الصوم إن لم يطيقوا، إن لم يطيقوا معذورون، فأنت من المعذورين إن شاء الله تعالى. بس تنطي شنو فدية إيه؟
طب نعم. تفيدين عن كل يوم 3/4 الكيلو تمن او طحين او تمر. طبعا سيدنا حتى خاف يسمعونا بعض الناس اللي بهذا العمر بس عندهم قدره جسديه، الموضوع مرتبط. معليش اقول انه انت من الشيوخ اللي لا يطيقون. نعم. اكو شيوخ انا اعرفهم ما شاء الله. اتصلت بينا احدى الاخوات عمرها 95 سنه او ابنها عفوا اتصل. بعدين 97 سنه كان. اي نعم. الاخ حسين يقول دوامي يوميا بثلاث ايام، صار لي 3 سنين، سكني محافظه ودوامي بمحافظه اخرى، يسال بالنسبه للصوم والصلاه سيدنا. ثلاثه يومين يداوم وثلاث ايام يرجع لاهله من كل اسبوع. شوفوا يعني شلون جاي يصير، يعني جاي مو من كل اسبوع، اثنين بثلاثه، اثنين بثلاثه، نعم اثنين بثلاثه، يعني الاخ اوتوماتيكيا اكثر من 10 ايام هو بالدراسه. تقريبا 20 يوم سيدنا مو؟ لا اقل اقل اقل, أقل. نعم اقل، يعني تقريبا 12 يوم. نعم يعني الثلث او 12 يوم والبقيه في البيت. حبيبي انت كثير سفر، ما دام كثير سفر فصلي تمام والصوم في كل مكان، حتى لو تجي للنجف تروح كربلاء تروح للديواني اي مكان فصلي تمام والصوم. احسنتم سيدنا الكريم. الاخ علي ساكن بالايجار والان رزق رب العالمين واشترى بيت، يسال عن التقال. الله يلا حول حول ان شاء الله. نعم بس ارجوك يا علي، انت 3 مرات خابرت وصوتك بعدين الحمد لله انسمع. شوف علي، اولا اشكر الله على الرزق، ثانيا هم ادفع لك في الصدقه بسيطه لدفع البلاء، ثالثا انتقل بس ده يكون على حساب صيامكم. والله سيدنا جاء ننتقل وخلنا نشرب ماي واحنا ما نقدر نصوم، لا صومكم خلوه على حاله، حافظوا على صيامكم، انتقلوا روحوا ان شاء الله تشوفون الخير والسلامه بحق محمد وآله. احسنتم سيدنا، اللهم صل على محمد. وبس للاخوان اللي ما يعني ما فهموا تفاصيل السؤال او ممكن عندهم سؤال مشابه، هو يريد ينتقل هذه الايام، يقصد ايام شهاده امير المؤمنين عليه السلام، فيقول اكو اشكال فسمعت سيد قال لا على بركة الله. علي بن ضيف يكيف. أحسن. يشوف شيعي مؤدب ومرتب جاي يروح يقعد ببيته يرتاح. أبو عباس الشخص اللي يشتغل بالعمالة سيدنا يقول صار لي 14 سنة وأحيانا بعدين حضرتك من خلال سؤالك إلى عرفت أنه ما قاطع المسافة الشرعية سيدنا. هذا في الواقع يعني مثلا من نجف يطلع تقريبا للحيرة مثلا للشفل. نعم شفل خبوص يعني مو مسافة شرعية. نعم واضح. فإن أقبله شوف سيدنا أنا 20 دقيقة سيارة تمشي بيها ما يخالف، بس أنت كل اللي رايحة مثلا 22 كيلو ما بيها، 22 كيلو ما بيها أنت مو مسافر، أنت 17 كيلو جتروح 18 كيلو جتروح، هذا مو مسافر. مثل أنا أطلع للكوفة إلى بعد الكوفة إلى الأم عباسيات، بس هو مو 22 كيلو سيدنا. بس حتى يوم. المثال يكون دقيق، نجف الكفل ما يعتبر مسافة شرعية؟ شقيد مسافته حضرتك ضربتك مثال لا لا أقول 22 كيلو 22 كيلو 22 كيلو خلي يصير، إذا 22 كيلو إيه راسل نعم. 22 كيلو 22 كيلو أروح و 22 كيلو أجي يصير 44 نعم. بس إذا 18 أروح و 18 أجي 36، واضح حبيبي؟ فلازم تكون روحتك وجيتك كاملة 44. أنت تقول من يم بيتي، أنت من آخر بيت بالقرية لما تروح تحسبها تشوف أنه أنت بينك وبين مكان عملك ماكو. نعم. واضح. احسنتم. ام هدى تسال عن حاله السجود سيدنا. يبقى على صيامه ويصلي تمام، الا اذا صار عمله في مكان يقول لا سيدنا انا خليت شو اسمه العداد مال السياره وطلعنا فوق ال 22، يقول ها يعني الحكم هذا العمل في هالمكان هذا اللي رحت له وكان فوق ال 22 هناك تفطر وتصلي قصر، يعني هذا عمل يعني جديد ومكان جديد ومسافة شرعية. أما ليست الأماكن القريبة اللي أقل من 22 كيلو أنت تفطر لا تبقى على الصيام. أحسنتم سيدنا. الأخت أم هدى سألت عن حالة السجود. يستحب السؤال هذا من زمان ما سألوني قبل 20 سنة حكيت بها. يستحب للرجال في السجود أن يجنح، الرجل أن يجنح، يجنح يعني هالشكل، ويستحب للمرأة أن تضم هكذا، تضم ذراعيها إلى صدرها تضم هالشكل، وهذا يدها على الأرض، هذا الذراع على الأرض، واضح؟ لا تجنح، تجنيح هذا للرجال مستحب. هذا
نفس الأخت أثارت موضوع أنه منظفات المدارس يأخذ الراتب على التنظيف ومع ذلك طالباتهن اللي ينظفن. لطيف يقول أن مديرها بتجيب قرايبها بعنوان تأخذ راتب ويقول قعدي هناك وأنا مع الطلاب. هي بأس يعني ذا مديرها هالشكل. شنو المثل يقول إن كان رب البيت الدف ناقر فشيمة أهل البيت كلهم الرقصوا. إذا كانت المديرة هالشي فبعد شنو نشوف إحنا الطلبة شنو يطلعون. إخواني اتقوا الله، اتقوا أموال الناس، اتقوا الله في أعراض الناس، اتقوا الله في حقوق الناس. أنت على أساس تشغلين الطالبات وهذه المنظفة اللي تأخذ راتب وعدها استحقاقات وما أدري التقاعد وهالسوالف، لأن جنابك جايبتها مثلا من قرائبك، هذا مو صحيح. وأنت على حال مسؤولة يوم القيامة، وعلى أولياء الأمور، على أولياء الأمور أن يشتكوا على هكذا مديرة تستخدم الطالبات فيما ليس. أنا ما أريد أقول أنه الطالبات يشتغلن، لا، الطالبات يشتغلن من كل أريحيتهن ورغبتهن، كلش ممتاز. هذا بيتكم، هذه مدرستكم، بيتكم الثاني، بس أن يفرض عليكم وأن يقول تعالوا غصبا عليكم، واللي ما تحضر أنزل من درجتها، هذا ما له حق. وإلا في الدول الأخرى الأطفال هم يعني يقومون، بس قضية ذاتية لتربية الأولاد، مو أنه قضية فساده عليه حاله تهرب من المسؤول. طيب الأخت أم محمد آخر المتصلات سألت سؤالين. السؤال الأول، جيرانهم يقعد بالشارع بالباب ويضايقهم لما يرحون يطلعون يجون وهم نساء يعني، فتقول ماذا على الجار؟ هل هذا اللي قاعد يسويه حرام؟ حرام بلا إشكال، حرام بلا أشكال. أكو روايات أنه اللي يجلس في سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين طريق المؤمنين، طريق المؤمنين، سبيل المؤمنين، على حال مكان مرور النساء وأعراض الناس، لا يجوز الإنسان أن يكون عثرة ولا يجوز أن يكون مزاحما. فهذه لابد أن تشتكي عليه وتنبهه، إن لم ينتبه تخبر المختار، إذا ما فات تشتكي عليه، يقول أنت مزاحم النسوان، ما يصير شيء، طابين طالعين وأنت كل واحدة تفصلها من فوق لتحت بالنظر، مو صحيح هذا. حسنتم سيد. نفس الأخت سألت عن سلفة هي ويا أختها، والمفروض حقها راح أخوها استلم الأموال وما أنطاهية. فحجيها ستقول راح إلى دار حقها، فعلي حال إبرينهم الذمة، سواء أختك أو ابن سيدنا أختك. أنت سمعت أنهم متوفين؟ أنا ما سمعت إيه شو سؤال. قالت راح إلى دار حقها، أنا شنو من أخذ؟ إذا كذا تبرين الذمة جيد، إبرينهم الذمة. تقول ما أدري منه حتى أبرين، اثنيناتهم إبرينهم الذمة، اثنيناتهم إبرينهم الذمة، إن شاء الله تعالى الله يعوضك. زين؟ نعم. أحسنتم سيدنا الكريم. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على هذه الإفاضات وهذه الله. الإجابات، شكرا. سلامكم الله، حياكم الله. أيضا الشكر لكم سادتي الكرام إخوتي الأفاضل مشاهدي هذا البرنامج. لنا لقاء إن شاء الله يوم غد في هذه الليلة، ليلة 19 من شهر رمضان. لا تنسونا في دعائكم، هي إحدى ليالي القدر أو المرويات عنها ليلة من ليالي القدر. لا تنسونا من دعواتكم ولا تضيعوا هذه الفرصة. أوصي نفسي أولا.